خلينا نبدا مع حضراتكم حلقتنا ونعرف ايه اخر اخبار حاله الجو. بيتوقع النهارده خبراء هيئه الارصاد الجويه ان يكون طقس اليوم دافئ نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وشمال الصعيد، شديد البروده ليلا على الانحاء كافه يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده على بعض محافظات الجمهوريه، والبدايه كان معتاد من العاصمة القاهرة اللي العظمى فيها بتسجل 23 أما الصغرى 10، اسكندرية 22 11، الإسماعيلية 24 10، الدقهلية 22 10، الغردقة 25 14، والمنيا 25 7. أما بالنسبة بقى لبعض العواصم العربية والعالمية فدرجة الحرارة هي كالتالي، والبداية من العاصمة السعودية الرياض اللي العظمى فيها بتسجل 27 أما الصغرى 13، أبو ظبي 23 18، أنقرة 14 5، لندن 11 7، واشنطن 19 2، واخيرا بكين 7 7 تحت الصفر.